مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكل كل متابعي شاشه الشروق الفضائيه، ونحن الان من ام درمان كما عودناكم دائما كل ليله سبت من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، امسيه من الطرب الجميل الشعبي والحديث، وبحد عدد من الحضور القامات الفنيه والغنائيه نشهدها الان من ام درمان. اهلا وسهلا بكم، واهلا كل الناس اللي بتتابعنا وحريصين انهم يكونوا معانا عشان ما يحضروا ليله مختلفة، ليلة غنائية جميلة جدا بأغنيات شبابية وبشباب أيضا حيجملوا لنا هذه الأمسية. وبما أنه نحن في مدرمان حيث الفن والقناة والعراقة والتاريخ والأصالة، ابقوا معنا وتابعونا عبر شاشة الشروق والفضائية. واليوم حيكون مختلف بعدد من الفنانين اللي حيكونوا موجودين فيه، ومعانا فرقة أولاد الخال حيكونوا هم حضور مميز أيضا، كمان معانا الشباب حيغنوا لنا أغاني جميلة، أغاني مختلفة. هم عرفوا بمسيرتهم الفنية الطويلة، خلونا نتابع أول فنان حيكون معانا، هو فنان شبابي عمل نقلة في الأغنية السودانية الشبابية، حبب كثير من الشباب فيها. نتابع الفنان الأول سامع عز الدين. أهلا وسهلا بك سامع عز الدين، وأهلا بكل متابعي شاشة الشروق الفضائية. فلنبدأ مع الفرقة الموسيقية، فأهلا ومرحبا بكم. عروس الروضة يا زهد الجنة يا حمامة، سافري مصحوبة عند الصبا بالسلامة، واحملي شوقا فؤادك بالجراح، وهو يا ما
قمر العشاء الضوى يسلم أبوي ليل خصيب كواي قمر العشاء الضوى يسلم أبوي ليل خصيب كواي قمر العشاء الضوى يسلم أبوي ليل خصيب كواي قمر العشاء الضوى يسلم أبوي ليل خصيب كواي
شكرا جزيلا. سنوركم شوفوا للجميل صباح الصباح الله لا فايدة في المصباح سنوركم شوفوا للجميل صباح الصباح الله لا فايدة في المصباح سنوركم شوفوا للجميل I'm love.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنتواصل معاكم في أمسيتنا الجميلة، الأمسية الفنية المشبعة بالغناء الشعبي، ونحن من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وابتدلينا الحفل الفنان الشاب الجميل سامي عز الدين، وأطربنا حقيقة في الساعة الأولى. أهلا وسهلا بك سامي، وأهلا بالمشاركة الجميلة. يا مرحب بك أنسام، وسعيد جدا أن أكون عبر غناة الشروق في اطلاله، يعني طولت ما طليت عبر غناء. يا سلام، يبقى لنا نحن سعيدين باطلالتك معنا في الشروق، وسعيدين باطلالتك من داخل المشاركه داخل اتحاد فن الغناء الشعبي. والله يا اخي انا سعيد جدا بالمشاركه دي، مع انها جات فجاه كده، لكن شنو حاجه جديده وتغيير ذاته من المود اللي انا يعني بغنيه وكده. جميل سامي، الشباب اللي بيسمعوا سامي عز الدين عارفين انه سامي يتميز بالغناء بتاعه، سامي عنده كثير من الاعمال الفنيه حقته وكل الناس حافظينها به، كيف لما تحصل النقله من سامي انه يقدر يغني الغناء الشعبي او الحديث زي ما شفناك برضه في عدد من الاعمال، هل النقله دي فيها صعوبه ولا مواصله لمسيره ومتجدده يعني؟ لا لا، الموضوع ده عادي، بالمناسبه اي فنان المفروض يكون بيأدي اي لون، لكن هو اللي بيحصل شنو، انه الفنان بيختار لنفسه لون معين بيكون مركز فيه، بيكون خاطي فيه كل الطاقة بتاعته، يعني مركز فيه تماما، لكن ده ما بيمنع انه لو مشى اي لون تاني انه ما يقدر يأدي او ما يقدر يعمل فيه حاجة، يعني يعمل كل شيء. يبقى معناه مفروض يكون الفنان شامل، والفنان اصلا مفروض يكون شامل، يعني اي فنان كلمة فنان دي معناتها شامل خلاص، يعني ما ده الاثنين. ما كل الناس بيقدروا يغنوا حقيبة وبيقدروا يغنوا شعبي وأعمال خاصة يعني. والله شوفي، يعني لو الزول يتمرن تعود كده بي بي بيجيب الحاجه. طيب سامي، الليله جاب لنا الغناء الشعبي زي ما احنا شايفين بالكورس الجميل والفرقه الموسيقيه، لكن خلينا نشوف اعمال سامي الجديده اللي ممكن تنزل للناس وتكون حصريا للشروق يعني. والله الفتره الجايه في حاجات مختلفه كده، انه دائما بحب انوع، يعني في شعبي نازل، في حاجات بالعود خفيف يعني اجتماعيه كده، في حاجات كده فيها ميكس بتاع راب بتاع افريكان ستايل، يعني حاجات مختلفه تمام ما عندها علاقه ببعض. عودت الناس وعودت كل معجبيك على الجديد وعلى الحاجات المختلفة المميزة، لكن خلينا نشوف رأي سامي عز الدين في إنه الشباب ذاتهم الفنانين يقدروا تكون عندهم لونيات مختلفة، وكل زول عنده أعماله الخاصة اللي بيقوم بها. ده المفروض أو ده المطلوب أصلاً، إنه أي فنان يكون عنده القاعدة بتاعته اللي هو حاجاته اللي بيعملها، يعني حياته الخاصة به لونيته، المفروض كده. رسالة أخيرة ممكن يقولها سامي عز الدين لكل محبي ومعجبي هذا الفنان؟ والله يا أخي، يعني بتمنى الصحة والسلامة لكل جمهور سامي والشعب السوداني كله، يعني وربنا يديم السعادة على أي زول، وإن شاء الله نشوف البلد من أحسن لأحسن يعني. إن شاء الله. نحن شاكرين ومقدرين لك للفرصة اللي هي بسيطة جدا، نحن أطربتنا وأطربت كل المشاهد الموجود معانا واللي بيتابعنا الآن من خلال شاشة الشروق الفضائية، يتواصل هذا الحفل الساحر والساهر الجميل بدار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وعدد من الأغنيات وأيضا الفنانين اللي مشاركين اللي حيكونوا معانا في هذه الأمسية، وحتكون أمسية حتما مختلفة بالأغنيات الجميلة. إذا تابعونا وابقوا معنا، والناس اللي انضموا لمتابعتنا الآن أيضا كمان معنا نجوم كبار فنانين هم موجودين الآن يشكلوا حضور من خلال هذه الساحة، حنلتقيهم نتعرف عليهم وممكن نمشي ليهم، لكن القامات هي موجودة الآن معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ القلع، كيف حالك؟ إن شاء الله كويس، نحن سعيدين
إنه نكون مع غامة من قامات الغناء الشعبي وهو أمين عام اتحاد دار الغناء الشعبي بأم درمان، ونحن حريصين إنه نلتقيه اليوم نقول له عودا حميدا من قاهرة المعز ومنور السودان. شكرا جزيلا وشكرا لقناة الشروق المميزة التي طالما أتحفتنا بالروايع، وأنا سعيد جدا اليوم أن يكون أول ظهور إعلامي لي معكم. يعني. يا سلام أستاذ القلعة عبد الحفيظ، نحن سعيدين أكيد نكون معك، لكن لما نقول القلعة عبد الحفيظ أستاذ القلعة بنقول الأغنية، بنقول الكلمة، بنقول فن الغناء الشعبي. أهلا بك وأنت أمين عام لهذا الدار العريق الكبير، شنو التطورات الممكن تحصل؟ أول حاجة أنا سعيد جدا فأنه أنا أكون في هذا المقام بتاع الأمانة العامة لاتحاد فن الغناء الشعبي، ونحن مجموعة ما شاء الله مميزة جميعنا نعمل لرفعة هذا الاتحاد، ولدينا خطط كثيرة وبرامج بإذن الله سوف نقوم بتنفيذها إن شاء الله خلال أيام القادمات بإذن الله، وكلنا يد واحدة لرفعة هذا الاتحاد، ونتمنى كل من يملك الفن الجميل الرفيع أن يتقدم إلينا في اتحاد الغناء الشعبي، هنالك لجان فنية تستمع إليه وممكن يتم القبول من خلال أدائه، ونحن كلنا أسرة واحدة والاتحاد جاري في عروقنا حقيقة يعني. ومن هذا المناسبة أنا أحيي رؤسانا السابقين الذين سبقونا في هذا المجال. اليوم التحية والتقدير أستاذ القلعة، نحن تابعنا من خلال زياراتنا المتكررة من خلال النقل المباشر الحي لقناة الشروق من داخل الدار المشاركات الكبيرة للشباب، دعمكم للشباب في أنهم يكونوا حريصين على الأغنية الشعبية. نعم، أول حاجة أنا هذه القناة وهذا اليوم البث المباشر متابعة من قاهرة المعز، أي حلقة تقدمت أنا متابعة من وإلى. الشباب بالنسبة لنا نحن من يملك الكلمة الرصينة واللحن المموثق والأداء السليم ولديه الرغبة في أن يتطور، عليه أن يحضر إلى اتحاد الغناء الشعبي وهو يحمل في حقيبته ما يجعله أن يكون فنانا مقبولا بإذن الله. ونحن نؤمن بالتواصل الأجيال، يعني 100% تواصل الأجيال نحترمه ونقدره، وحقيقة الناس بتحب الغنى بتلقى الغنى، وهذا المكان في اتحاد الغناء الشعبي السعداء نحن دائما بذلك الحضور المميز الذي يتم من خلال هذا الاتحاد. والشكر كل الشكر لكم لقناة الشروق وللسيد المخرج ولشخصك العظيم ولكل الإخوة في الكاستم خلف الكاميرات، أتمنى لهم لحظات جميلة معنا. نحن سعيدين أنه نكون معك أستاذ القلعة عبد الحفيظ، وبما أنه الدار هو يحمل غامات مثل أستاذ القلعة فعايزين رؤية جديدة تكون مختلفة تحبب الناس في الدار، وكل الناس يجوا لما تكون في حفلة في الدار زي ما احنا شايفين الحضور المميز. شنو بينقص الدار عشان ما أنتوا تكملوه، وشنو الدعم اللي حابين يمكن يحصل لكم للدار عشان ما تكتمل الصورة من ناحية فنية؟ من ناحية فنية حتى الناس الرواد أمثال الأستاذ عبد الكريم عبد الله الله يخليك كلهم موجودين دائما دفعا لهؤلاء الشباب. يا سلام، نحن نؤمن بهم ونؤمن بقدراتهم كويس، وأي زول يطلع الخشبة لابد أن يكون هو فنان، وعمل الشهرة ما عملت لها فنان ولا الوسط عملت لها فنان حقيقة، يعني الفنان الحقيقي هو الذي يبرز من خلال كسرة في الغنى، ممكن يبرز ويشتهر، ونحن معاهم الشد من أزرهم بإذن الله. محتاجين شنو الدعومات عشان الاتحاد يقيف على والله الاتحاد داير شغل كثير حقيقة، داير شغل كثير. منو الرسالة ممكن توجهها لمنو يعني عشان يقيفوا معاكم ويكونوا كشراكات مثلا مع الاتحاد؟ والله طبعا المفروض الشركات الكبيرة تدخل معانا، نحن هنا في توأمة لأن احنا ممكن نعرض أعمالهم كلها وممكن نقيف معاهم نحن ونرتدي شعاراتهم كفنانين كويس، ونقدم لهم كل ما هو جميل ورائع، شرط أن يقفوا معانا لأنه إحنا ما بنحب التسول ولا ممكن نمشي نتسول، عشان كده بجد بنفتكر أنه ممكن القروش تجي بأدبيات، الأدبيات دي اللي هي من خلال المشاركات، فضمي صوتك إلى صوتي بأن يتقدموا لنا تلك الشركات الكثيرة المتعددة ما داير أحدد أنا اسمها، يعني نحن حريصين ورجال الأعمال كلهم يعني الصغاية أنا لكن بتبقى لهنا شيء في الحاجة دي، فالفكرة أنه إن شاء الله نعزمهم كلهم عندي هنا في المغردة بإذن الله ونكرمهم ونقدم لهم كل ما هو جميل رائع، وحتى الغنى غني
ما بدك نشوف القروش تمر كيف. لا بما انه انت موجود في هذه الدار اكيد الشركات كلها بتتمنى انها تكون هي حريصه على النقل المباشر. وبما انه نحن في شاشه الشروق الفضائيه بننقل مباشر عشان المشاهد يتابع معنا وعشان الشركات وعشان كل الناس اللي بيحبوا الغناء الشعبي والحديث يكونوا حضور معنا ويكونوا الدعم لكل الناس. رساله اخيره ممكن توجهها لكل الحضور اللي بيحرص انه يحضروا لكل الاقامات. نعم. من الفن. نعم نعم. اول حاجه اتمنى من الحضور ان تزايد كل أسبوع من أسبوع لأسبوع كويس، ولما يجوا يدوا بآرائهم كويس نتيح لهم المجال في المكتب، وده مكتبي قاعد أي زول عنده ملحوظة أي زول عنده شكوى أي زول عنده حاجة لتطوير الاتحاد والعمل الفني احنا جاهزين. برجو من الجميع أن يلتفوا حول الشباب ويلتفوا حول الإدارات السابقة التي لها غيم وضعت غيم حقيقة. الله يبارك فيك. شكرا كتر خيرك استاذ القلعه. تسلمي. شكرا جزيلا. كتر خيرك. الله يبارك فيك. شكرا استاذ القلعه عبد الحفيظ الامين العام لاتحاد دار الغناء الشعبي بام درمان، وشكرا لكل الفرح الجميل اللي بتقدمه لنا اللي بيقدمه لنا الاتحاد من الغناء ومن الشباب ومن الاغنيات الجميله ومن الفن الجميل. تتواصل سهرتنا وامسيتنا وليلتنا من داخل الاتحاد وكل الناس اللي بتتابعنا وبتتابع شاشه الشروق. خليكم متواصلين، عدد من الاغنيات الجميله وايضا الفنانين اللي حيشكلوا حضور معنا في هذه الامسيه. متابعه طيبه نتمناها لكم، ولسه عندنا الكثير.